اسمي احمد عبد المغني حموده، شريك عمليات الاستحواذ والاندماج في اندرسون تاكس اند ليجل مصر، مكتب استشارات ماليه وقانونيه وضرائب. احنا مكتب امريكاني، البيز بتاعنا في مصر اكبر مكتب في الشرق الاوسط وافريقيا، عندنا 115 فرع تقريبا في 57 دوله. النهارده كان حضورنا في المؤتمر لان احنا شايفين الطفره الكبيره في قطاع مواد البناء وطبعا قطاع العقاري وما يتبعه من مقاولات، ان دي بتمثل حوالي 34% من اقتصاد مصر. ومع الطفرة اللي بنشوفها في نمو الاقتصاد مع المشاريع البنية التحتية الكبيرة اللي في البلد طبقا للرؤية بتاعت مصر 2030، نمو في قطاع مواد البناء مهم جدا، واحنا حرصنا ان احنا نكون مشاركين في هذا القطاع، ندعم المناقشات اللي حصلت النهاردة. والايفنت النهاردة كان ناجح جدا، التنظيم ممتاز والحضور عالي والمشاركة فيها تفاعل كبير جدا في النقاش. النهاردة كنا بنعمل مناقشة حوالين الاستثمار في قطاع مواد البناء والمعوقات بتاعته، العوامل الرئيسية المرتبطة بالتوسع في الاستثمار في قطاع مواد البناء. احنا شايفين ان كان العوامل الرئيسية هي الزيادة في تكلفة الانتاج، ده نمرة واحد، وبننصح الشركات اللي بتشتغل في قطاع مواد البناء ان هي تتحول لمصادر الطاقة البديلة عشان هي ارخص وفي نفس الوقت متوافقة مع البيئة. نمرة اتنين، ان احنا بنحارب الاغراق الخارجي اللي بيجي في مواد البناء من اسمنت وحديد، ان احنا نشجع القطاع الخاص المصري ان هو يحافظ على خفض التكلفة بحيث يقدر ينافس، بدل ان احنا بس نعلي الجمارك او الضرائب او نحاول نحمي الصناعة المحلية بجمارك او ضرائب بس. لازم نزود الانتاجية ونقلل التكلفة كخفض للانتاج بحيث دايما نعلي المنافسة بتاعت التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الخارجي، وفي نفس الوقت نوفر احتياجات السوق المحلي. احنا كمكتب مهتمين جدا وشايفين ان عمليات الاستحواذ والاندماج هتزيد في قطاع مواد البناء. احنا طبعا لاحظنا في اخر 10 سنوات دخول 15 شركة اجنبية في قطاع مواد البناء. يعني في مصر لو قلنا بس قطاع الاسمنت في 20 شركة، منها 18 شركة قطاع خاص، ال 18 شركة قطاع خاص منها 15 شركة اجنبية. فده يدينا قد ايه حجم الاستثمار الاجنبي المباشر اللي بيتم في عمليات مواد البناء. ده مجرد انديكيشن بسيط، لكن منه بنشوف ان في حركه واستمراريه شايفينها لغايه 2030 في قطاع مواد البناء. واحنا بنعتبر مكتبنا بوابه المستثمرين اللي بيجي مصر في قطاع مواد البناء وفي كل القطاعات. احنا من الخدمات اللي بنقدمها استشارات ماليه وقانونيه وضرائب، بتخلينا نمره واحد كوجهه اول ما اي مستثمر اجنبي بيدخل البلد.